أنا اليوم التفيلات شخصياً تفيلات في المغرب أخيراً زارنا تفيلات ديال المغرب تفيلات ديال المغرب هذا هو اللي درنا الفيديو عنده ديال المطعم المغربي هذا فين الرس اللي راسوه في المطعم إن شاء الله ماشي أنت هو زعما ما حسيت والو داك النهار فاش شفتوا داك الفيديو قلتوا لنا ريش داروا لينا في المطعم الله ياخذ بالحق الله ياخذ بالحق هادشي اللي كيقول هو دابا مرحبا بك أخويا مرحبتك خويا صافي بليزير اليوم شوفوا شنو لابس قد يا سيدي اليوم الحفل التخرج ديالو خصنا نتهلاو فيه اليوم تهلا اليوم اخويا تهلا حنا ولا ما نجحناش ديما اخويا ديما نجحوا في ليسونس ماستر العقوبه ان شاء الله ان شاء الله علاش كراب علاش كراب رجاء حتى اليوم خاصها تحتفل معايا وتاخذ حتى الدبلوم ديالها ولكن خدامه على وليداتها في قطر سكيفي انا خديت لك الدبلوم ديالك رجاء راه في امان واحتفلت في بلاصتك دابا غادي نحط لكم واحد التصويره ديالي ديال التخرج بغيتكم تقولوا لي مبروك شي يقولوا لي قولوا حبيبي عمر مبروك التخرج شي يقولوا مبروك سامي اختي سامي دابا فقط الصباح ما لقيتش من اللي بديت كنبارطاجي معكم شوف غنبارطاجي معكم عاوتاني واحد المعلومه في اطار ما كاين ميد دارت الصباح شوف واش فراسكم باللي احسن ثاني كويزين في العالم هي لا كويزين ماروكان ما كانتش فراسكم يعني شوف ساخروا بالمطبخ ديالكم ديري قلت ميد دار لا تحمست عليكم لا شوف سمحوا لي والله غسلي ستوري جينا نمشي نلعب فورتنايت ولا شي حاجه السموحات السموحات بلاتي بلاتي باقي ما سالينا نسحقوا المعلومات سالوا هنا بلاتي حبس انت باقي المعلومات ما حبسوش انا واش فراسكم بلاتي بقوا معايا مهمه وقسما بالله شوف واش فراسكم باللي المغرب ها هو المغرب شي جا في افريقيا هل كنت تعلمين ان ابنك يسوع تهب الرياح تتساقط اوراق اذا سيادي وسيداتي باش ما نتحمسش عليكم ستوريتو الحماض جيت عند عمر باش نحارب ملل عرفتي الحموض اللي حموض شوف خويا راه الملل راه خويا الملل غير انك وريتي له واحد الحاجه زوينه الصباح شوف خويا ماشي لاخر راه تبارك الله عليك شوف دابا قول لي شي حاجه انت باش درتيها باش تقاوم الملل تقاوم الملل يلا انا باش درت شي حاجه باش نقاوم الملل واخا الصوري جاي واخيرا حاربنا الملل ماني شفنا حرب الملل شفنا حرب